بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إسلام فخري، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الإي سي متر، تمام؟ أجهزة القياس التناظرية اللي بتقيس إي سي. في الفيديو اللي فات إحنا تكلمنا عن الدي سي متر، سواء كان الدي سي أميتر أو الدي سي فولتاميتر، وتكلمنا عن الأوميتر. في البداية إحنا ليه محتاجين جهاز أميتر تاني يقيس التيار الإي سي؟ ما احنا كان عندنا أميتر وبنعدي فيه تيار الدي سي وبيقيسه عادي وزي الفل، تمام؟ ليه دلوقتي احنا محتاجين نصمم أميتر أو نعدل عليه تاني علشان يقيس تيار إي سي؟ ليه ما يقيسهوش على طول الأميتر اللي احنا كنا عاملينه في الفيديو اللي فات، تمام؟ طبعا انت متذكر معايا طريقة عمل جهاز البي ام ام سي، تمام، وعارف انه لما بيمر تيار في الكويل بتاعه بيبدأ عندك يحصل عزم، العزم ده بيحرك المؤشر، تمام، طبقا لاتجاه التيار المار في احد اطراف مثلا الملف. فالتيار لو داخل مثلا في اتجاه، المؤشر هيتحرك في الاتجاه، ولما تعكس اتجاه التيار هيتحرك في الاتجاه المعاكس، تمام. ده كان في حالة ايه؟ في حالة كان التيار دي سي. طيب لما يكون التيار اي سي مش دي سي، ايه اللي هيحصل؟ انت عارف ان التيار الاي سي بيتحرك في صورة ايه؟ في صورة ساينوسويدال ويف. الالترناتيف كارنت بيتحرك في صورة ساينوسويدال ويف، ساين وكوساين، تمام، يعني دالة جاذبية، يعني بيتحرك على شكل موجة ليها بلس في الجزء البوزيتيف وبلس في الجزء النيجاتيف. فلما يعدي التيار المتناوب او المتردد في السلك، تمام، في الجزء الموجب هيتحرك المؤشر في اتجاه، فلما يجي يعدي الجزء السالب النيجاتيف هيعكس الاتجاه، فالمؤشر يتحرك ايه؟ في الاتجاه التاني. فزي ما شايف قدامك كده المؤشر هيبدأ ايه؟ يبدأ يتذبذب. المؤشر او النيدل اللي هو ايه؟ الابرة يعني، دي هتبدأ تتذبذب كده، فمش هتقيس حاجة. يعني هيبقى ايه اللي بتقيسه؟ عمالة تروح وتيجي زي كده، ولما بيأثر عليها التردد هنعرف ايه اللي هيحصل. بس انت لحد دلوقتي على الاقل عارف احنا ليه هنبدأ موديفاي على البي ام ام سي علشان يقيس اي سي كارنت، تمام. طيب ايه اللي احنا نعمله على جهاز البي ام ام سي علشان يقيس الاي سي كارنت، تمام؟ هو في الحقيقة احنا يعني بالخلاصة كده، بدل ما نتعب نفسنا ونشوف جهاز هيعمل الاي سي كارنت، طب ما احنا نحول الاي سي كارنت الدي سي كارنت ويقيسه جهاز البي ام ام سي زي ما كنا شغالين في الفيديو اللي فات. فاحنا محتاجين قبل ما ندخل التيار على جهاز البي ام سي، سواء كان اميتر او فولتاميتر، نعمل له ريكتيفاير، تمام، نعمل له توحيد للاتجاه في يوني دايركشن في اتجاه واحد، علشان ايه؟ علشان يبقى تيار مستمر. يعني نحول الاي سي او التيار المتردد لتيار مستمر دي سي، ويبقى ايه؟ يبقى كده شغالين على الاجهزة زي الفل، تمام. علشان اعمل ريكتيفاير عندي طريقتين، في فول ويف ريكتيفاير وهاف ويف ريكتيفاير علشان اعمل الفولتاميتر، تمام. تعالى بعد ما فهمنا الفكرة نشوف السلايد اللي شغالين منها. بص، ده جهاز ايه؟ ده جهاز انالوج فولتاميتر، تمام. الانالوج ده شبه شكل الجهاز، يعني هو مبين لك ايه التركيب اللي من جوه فيه كمان.
وطبعا الاجهزه اللي بتقيس اي سي ودي سي مع بعض موجوده برضو في اجهزه الديجيتال، تمام. بس في الانالوج اللي بيقيس اي سي لوحده واللي بيقيس دي سي ايه لوحده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك في البي ام ام سي از اي سي انسترومنت، يعني جهاز البي ام ام سي هنستخدمه كايه؟ كجهاز بيقيس الاي سي. لما الالترنيتنج كارنت يكون فيري لو فريكوانسي، يعني التردد بتاعه صغير جدا 1/10 هرتز مثلا، هيعدي في البي ام ام سي، تمام. البوينتر او المؤشر هيفولو انستنتينيوس ليفل اوف ذا اي سي سيجنال، تمام. يعني هيبدا ايه يتتبع ايه لحظيا حركه المؤشر لما يكون التردد ايه يعني صغير. دلوقتي هيكون في خطأ في القياس والدنيا دي ماشي، بس ايه التيار لسه ايه صغير او التردد عذرا ايه صغير. لما البي ام سي از بولارايزد البوينتر ويل موف وين اي سي جوز بوزيتيف اونلي اند ويل ستوب وين اي سي جوز نيجاتيف، تمام. ويز هاير فريكوانسي لما تزود بقى ايه التردد، البي ام سي ويل نوت بي ايبل تو فولو ذا تشينج اي سي ليفل ديو تو the damping force and the pointer will stop on the average level zero for pure sinusoidal wave، تمام. يعني بيقول لك انت لما تعلي التردد، تمام، هيبدا ايه البي ام سي مش هيقدر يتتبع حركه ايه حركه المؤشر نتيجه الدامبنج فورس، تمام. فبالتالي هيجي عند منطقة الزيرو فور بيور ساينوسايدال ويف، اللي هي المنطقة دي هنشوفها في الجراف بتاع الساينوسايدال، تمام. سو احنا ذلك محتاجين ايه modification has to be done on BMMC to measure alternating current and voltage. انت محتاج تعدل ايه التعديل اللي هنحطه على البي ام سي علشان يبقى اي سي فولتاميتر، اللي هو اول حاجه زي ما قلت لك في طريقتين، اما فول ويف ريكتيفاير فولتاميتر او ايه هاف ويف ريكتيفاير فولتاميتر، تمام. الفول ويف طبعا ادق من الهاف ويف. خلينا نعرف التركيب بتاعها زي ما واضح قدامك. الفور والفول ويف بتكون ايه من فور دايود ريكتيفاير، اربع دايود. طبعا احنا مش هنتكلم هنا عن الدايود والتركيب بتاعه والكونستراكشن وان امتى هو يكون شغال فورورد وامتى يكون شغال ريفيرس، والكلام ده كله ايه ممكن اتغطى في كورس الالكترونيكس، تمام. اما هنا في الميجرمنت احنا بنركز على الجهاز القياس وعلى فكرة عمله، مش على تفاصيل الكومبوننت الموجودة فيه. يبقى الفول ويف ريكتيفاير بيتكون من 4 دايود ريكتيفاير ار ادد تو ذا بي ام ام سي تو كونفيرت الاي سي سيجنال انتو ا سيريز اوف يوني دايركشنال كارنت بالسز ذات باس ثرو ذا بي ام ام سي انسترومنت تو كوز بوزيتيف ديفليكشن، تمام. يعني انت هتستخدم الاربع دايود دول علشان تحول الاي سي لإيه؟ لدي سي من خلال انك انت توحد الاتجاه بتاع الكرن في بالسز في الاتجاه مثلا الموجب، فتاخد النص الموجب من فوق كله تعمل له ريكتيفاير وتوحيد اتجاه. احنا بنشرح الكلام اللي قلناه بس ايه بنعيده تاني بالانجلش. on positive half cycle في الجزء الموجب الدايود واحد اللي قدامك في الشكل ودايود اربعة conduct and the current follow through the BMC meter from top to bottom. التحرك يعني او السلوك بتاع الكرنت هيتبع ايه مرور في البي ام سي
متر من الأعلى إيه للأسفل في الجزء النيجاتيف الدايود 2 والدايود 3 conduct causing the current flow again through the meter in the same direction. ركز برضو في النقطة دي بتاعت المالتبلاير ريزيستانس اللي هي الار اس is connected to a low higher voltage to the meter in the same way as in the case of DC ammeter in DC voltmeter. يعني احنا بنستخدم اللي هي الار اس دي اللي هي مضاعف الجهد ليه بقى؟ لنفس السبب اللي احنا كنا بنستخدمه في الدي سي فولتميتر. تذكر ليه كنا بنستخدم مضاعف الجهد؟ طبعا علشان ايه يكون تزود المقاومة بتاعة الفولتميتر فبالتالي ما يسحبش في التيار ايه من الدايرة, وان الايديلي فولتميتر بيكون المقاومة بتاعته انفينيتي. تمام. الفول ويف ريكتيفاير بيقول لك the rectifier meter will deflect in proportional to the average value of the current. الافريج فاليو هتساوي 0.637 في البيك كرنت. تمام. طبعا ده طريقة توحيد البلصات اللي احنا قلنا عليه, خد النص الموجب البلس بلس 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 والافريج اللي هو عند ايه فين اللي احنا قلنا هنقول عليه في الجراف الافريج ليفل. تمام. الافريج ليفل اللي هي فين؟ عندك مثلا الاي افريج هنا في النص, ودي الاي ار ام اس روت مين سكوير, والاي ايه والاي بيك اللي هي البلصه كلها لفوق. therefore the however the meter must indicate the ار ام اس فاليو از 0.707 في البيك فاليو of the voltage. تمام. therefore the linear scale the meter can be calibrated accordingly to indicate the RMS value 1.11 في الaverage value. تمام. اللي هو انت اصلا يعني ايه اللي هو لما التيار الدي سي هو بيقرا ايه؟ هو كان بيقرا الaverage, فانت دلوقتي محتاج تقرا ايه في الالترناتيف كارنت الار ام اس هيساوي 1.11 في الافريج فاليو. تمام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. والافريج فاليو هتساوي 0.637 في البيك فاليو في البيك كرنت. تمام. طبعا انت لو عايز تعرف القوانين والارقام دي جت منين فدي ليها يعني اثباتات بسيطه بانك انت ترسم الساين ويف مثلا ولا الساينوسويدال ويف وتبدا تحسب منيها الكلام ده, وشبه ليها ايه ليها قوانين كمسلمات. مثلا تعال هنا ده ايه ده الاي سي ميتر اللي احنا اتكلمنا عنه. ده الار ام اس والافريج فاليو زي ما واضح قدامك. دي مثلا
الساينوسويدال ويف، ساين مثلا او كوزاين، فانت شايف ايه ال ار ام اس هتساوي 0.707 في البيك، الافريج هيساوي 0.637 في البيك، البيك تو بيك هتساوي ايه 2 في البيك. دي ثوابت، دي طبعا ايه ليها استنتاج احنا مش عايزين نخوض. في حاله السكوير ويف ال ار ام اس هتساوي البيك، الافريج هتساوي البيك، البيك تو بيك هتساوي 2 في البيك، تمام. في حاله الترينجل ال ار ام اس هتساوي 0.577 في البيك. لو عايز تعرف جه منين ببساطه، مثلا ممكن اوريك تاني سلايد علشان تتاكد من الموضوع ده، بس احنا لن نخوض في ذلك يعني علشان تبقى عارف. اهو مثلا لو انت عايز تحسب الاي عند الافريج ورسم الساينوسويدال، فانت هتقسم ايه 2 على باي في الاي ماكس، هيساوي 0.636 في الاي ماكس، يبقى الاي ماكس هتساوي 1.41 في الاي ار ام اس، يبقى الاي افريج هيساوي 0.636 في 1.414 في الاي في الاي ار ام اس، هتساوي 0.9 في الاي ار ام اس، يبقى الاي ار ام اس بيساوي اي افريج على 0.9، هتطلع معاك في الاخر ايه 1، الاي ار ام اس بيساوي 1.11 في الاي افريج، تمام. هو اللي احنا وصلنا له في باقي المسلمات هنا. تمام، دي ال ار ام اس فاليو 1.11 ايه في الافريج فاليو، وهكذا يعني علشان ايه، بس يعني للمعرفه يعني، ما تقولش ان احنا ايه بنهبد وخلاص يعني. في يعني في حاجات تاني كتير ولا الكلام الموجود ده، بس احنا هنا مش بنشرح زي ما بقول لك بالتفصيل، احنا مجرد ايه بنراجع بنفهم المصطلحات معناها ايه، وال يعني باختصار كده من غير شرح في التفاصيل وتفاصيل التفاصيل والكلام ده. الكلام ده انت لو عايز تبحث فيه ابحث، اما انت مجرد انت متعرف الحاجات دي وتحفظ الكلمتين دول، فانت كده المفروض يعني ايه تمام. بتزود بقى وبتبحث اوكي، زي ما انت لو حتة عايز تفهمها جت منين راحت فين، بس لو انت هتدور ورا كل حتة فانت ايه فانت هتو. ده كان بالنسبة لايه للفول ويف ريكتفاير. لو انت عايز تشوف الفول ويف ريكتفاير نفسه بيشتغل ازاي، ممكن نجيب سيموليشن ليه زي ما انت شايف قدامك كده. دي دايرة ريكتفاير، ركز في الالوان الاخضر والاحمر، شوف هو بيشتغل ازاي لما يكون ماشي في اتجاه ولما يمشي في طرف اتجاه العكسي. هو لو البرنامج ما يوقفش احنا ممكن نقلل سرعة السيموليشن وتشوفها بالراحة. شايف كده؟ اهي بقى بسرعة العكس بقى، تمام. فده اللي بيحصل، مثلا انك انت ايه تبدأ ايه توحد اتجاه التيار بالريكتفاير زي كده، تعمل بريدج وتحول الاي سي اي الدي سي وتستخدمها في السيركت بتاعك، وحتى الهاف ويف، تمام. خلينا نرجع لايه، نرجع لسلايد تاني هناخد الهاف ويف ريكتفاير. في الهاف ويف ريكتفاير انت بتستخدم دايود واحد، تمام، وفي اللي بيستخدم تو دايود عشان يحسن ايه الكفاءة. يعني في الفيجر اللي قدامك مستخدم تو دايود، يبقى في الهاف ويف ريكتفاير قال لي الدايود واحد وهو اللي عليه الشغل كله المفروض. is used to rectify the AC signal into the BMMC، يعني اللي هو ايه مستخدم عشان يوحد اتجاه ال AC signal اللي ماشي في جهاز ال BMMC اللي هو يحوله من AC ل DC. نفس الكلام في البوزيتيف هاف سايكل، الدايد واحد conduct and the current
follow through the BMMC تمام، يعني بيخليه يعدي في الجهاز. وفي النيجاتيف هاف سايكل دايود واحد از اوف اد نو كارنت فولو، في الجزء الثاني ما بيعديش ايه، ما بيعديش تيار زي ما واضح قدامك في الفيجر كده تمام. الارشنت بيقول لك دي وظيفتها ايه، ان باراليل دي بايه، تو انكريس ذا كارنت ان دايود دي واحد وين ا بوزيتيف هاف ويف appears at the input to operate in the linear region of the diode تمام. الدي 2 او الدايود 2 يعني added to protect the meter against any reverse voltage، يعني وظيفة الدايود 2 هو ده مش بيركتيفاي ولا حاجة زي دايود واحد، بس هو وظيفته ان هو بيحمي الجهاز من جهد التسريب العكسي تمام. بيقول لك rectify meter will deflect in proportional to the average value the current 0.5 في 0.36 في البيك فاليو تمام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعا انت بتستخدم القوانين دي اللي انا قلت لك عليها والحاجات دي نستخدمها ليه؟ علشان نعمل معايرة للتدريج، ان احنا مش بنقيس الافريج تاني الدي سي في الافريج. اما انت دلوقتي عملت ريكتفاير فتبدأ تجيب ايه، تجيب الار ام اس وتجيب تعوض في القوانين وتستخرج الحاجات اللي انت عايزها تمام. لو برضو كنت عايز تشوف الهاف ويف ريكتفاير بيشتغل ازاي ممكن نوريهولك تمام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فين الهاف ويف ريكتفاير؟ وانا بس هنا فاتح اكتر من ايه، من تاب، فمش مركز معاهم الهاف ويف ريكتفاير، او هو البروجرام مش ايه، مش مركز. زي ما انت شايف كده حاطط ضايد واحد، فهو الجزء الاصفر ده هو التيار اللي بيعدي تمام، وبيجي عند الجزء الاحمر بيوقفه، والاخضر اللي هو المفروض ايه شغال على طول، وهكذا. تعالى نرجع للموضوع ده نشوف. ده كده خلص المفروض اللي هو الاي سي فولتاميتر. احنا هنعمل ايه، هنعمل ريكتفاير لل الاي سي ونحوله الدي سي. نخش بقى على الاي سي ميتر. انت بقى عشان تستخدم البي ام سي علشان تقيس تيار هتعمل ايه. بيقول لك ذا ريكويرمنت اوف ذا اي سي ميتر از تو have very low resistance which imply that a very low typically less than 100 millivolt voltage drop. يعني انت اصلا طب احنا عاملين الريكتفاير اللي احنا قلنا عليه والكلام ده بس عشان نقيس الجهد. طبعا احنا هنوصل الاميتر ايه سيريس، فما ينفعش يكون المقاومة بتاعته عالية، احنا عايزينها يكون صغيرة جدا عشان تبقى حساسة ايه لل تيار، لأقل نسبة تيار ويعدي فيه التيار. فبالتالي هنعمل ايه، بيقول لك انا بالطريقة كده عشان ما اصبحش الحداث. Thus a rectifier BMMC circuit is not suitable to directly measure AC current. يعني ايه، يعني انا ما انفعش اقيس او اخلي ال BMC يقيس
اي سي كارنت في الحالة دي مباشرة. فالحل ايه؟ قال لي الحل اسيت اب ترانسفورمر از يوز تو ميجر اي سي كارنت. انا هستخدم ترانسفورمر قبل الريكتفاير اللي انا عملته على البي ام سي علشان اقيس تيار اي سي. ازاي بقى هتخلي لي الاي سي او البي ام سي يقيس اي سي؟ يبقى اي سي اميتر. هتستخدم current transformer with rectifier instrument provided a very low terminal resistance and low voltage drop. يبقى الterminal resistant او مقاومة الطرفين بتوع المحول هيكون ايه؟ very low resistance، صغيرة جدا، و low voltage drop، والجهد اللي بيفقد عليهم ايه؟ صغير. في ال step up transformer محول رافع هتعمل ايه؟ الـ input voltage gets stepped up so that sufficient voltage can be provided for rectifier operation. فانت كده ايه؟ هيبقى الجهد كافي ان هو يتم عملية ايه؟ عملية الريكتفاير دي. يعني كل الفكرة انك انت هتضيف المحول ده، المحول الرافع، قبل الريكتفاير اللي احنا عملنا. قال لك في حالة انك انت عايز تعمل مالتي رينج اي سي اميتر، تمام، احنا خدنا قبل كده المالتي رينج وكنا مستخدم فيه مقاومات. اما انت في الحالة دي لو عايز تعمل مالتي رينج هتعمل ايه؟ هتشينج ذا نمبر اوف برايمري تير ان ذا ترانسفورمر، هتغير في عدد اللفات بتاعة الترانسفورمر، فبالتالي هتبدأ تعمل اكتر من رينج للأميتر. تمام، تعالى راجع معايا بسرعة على اللي احنا قلناه، سواء كان مثلا ده هو دائرة التوحيد نصف الموجة اللي احنا مستخدمها في الفولتاميتر، بندخل سينوسويدال ويف، بنطلع ايه على الناحية اليمين، بنطلع البلصات اللي من فوق بس البوزيتيف، وبنوحد التيار. بعد كده ايه ده في حالة ايه؟ ده في حالة ان احنا استخدمنا دايود واحد، هنا استخدمنا دايودين علشان التاني ايه يحسن الخطية ويعمل ايه يعني اللي هو بياخد الريفيلس ايه فولتج، تمام، وبيعمل بروتكت ايه للدائرة. ده في حالة ان احنا استخدمنا فول ويف ريكتفاير، تمام. فانت هتستخدم ايه؟ فور دايود، واحنا عرفنا ازاي، وطبعا ايه دقة قياسه بتكون افضل من انك انت تستخدم دايود او تو دايود اللي هو هاف ويف، تمام. كده احنا شايف خلصنا الكلام عن الموضوع ده. تعال نراجع معايا على بعض المصطلحات الانجليش اللي قلناهم كالعادة في الفيديو النهاردة. نيدل اللي هي ابرة او ايه اللي هو البوينتر المؤشر، تمام، ممكن تقول عليه إبرة أو ممكن تقول عليه مؤشر يعني. متكافئ. كده احنا انتهينا من الموضوع ده. واخيرا لو انت استفدت من الفيديو ده ما تنساش تدعالي دعوة صالحة بظهر الغيب عسى ان يتقبلها الله منك ويرحمني برحمته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.